شكرا للكابتن منذر عبد الله والكابتن خالد شنيب. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، ما أجمل الشعور وأنت تستمع إلى نشيدك الوطني، وما أجمل أن يستمر هذا النشيد إلى نهائي هذه البطولة، إلى أن تحفظه القارة بأكملها من أنها أول المتاهلين. نبحث عن الاقتراب وعن الوصول إلى النقطة الرابعة. كيف سيكون هذا اللقاء وهذه المباراة؟ أمنيات، دعوات، آمال، بالتأكيد جماهير تحضر، طائرات تنقل الجماهير، لكن حقيقة توقعنا جماهير أكبر في هذه المباراة نظرا لما كنا نستمع إليه بالأمس عن مسألة التذاكر. جمهور مباراة اليوم جمهور جيد ولكنه أقل من المتوقع. كلنا بانتظار الصافرة الياباني، الصافرة تأتي. تحياتي محدثكم فارس عوض، ننتظر الصافرة إعلان الهدف الأول في هذه المباراة الصعبة. وبالأمس خسارة بخمسة أهداف مقابل هدفين. هنا عماد، هنا المرور، هنا الكرة، حذاري من هذه اللعبة، كرة بتعود من جديد، مهدي كريم بيعدي، بيلعب لك كرة عرضية في مكان حوار، والكرة الرأسية إلى خارج الملعب، ضربة مرمى، كرة خطيرة عبر الأطراف أيضا، مساندة مهدي كريم المتعود عليها، إرسال كرة عرضية إلى هوار خلف المدافعين، رأسية على طريقة هدفهم في إيران في الوقت الذي كنا نتحدث فيه. التأهل هنا، المحاولة والكرة، يونس يقاتل، أعظم هداف عراقي في بطولات كأس آسيا، يونس محمود بستة أهداف، منتخب الإمارات أحمد خليل لم يسبق أن شارك في كؤوس آسيا. هنا المدرب سدكة يقول المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، واثق من تجاوز الأبيض. هذه أخطر الفرص في شوط المباراة الأول اللي كانت من هوار وتحولت إلى خارج الملعب ضربة مرمى. كاتانيتش يقول في مباراة اليوم نمتلك مؤهلات الفوز لعدم ترك يونس في مثل هذه الكرات. ماجد يبعدها، ماجد الكرة بتتخلص، تعود إلى هوار، بيلعب لك كرة عرضية عالية في مكان، لكن أيضا الكرة بتتخلص. كانت في 73 الإمارات والعراق في كأس فلسطين. أتمنى بأن يأتي اليوم الذي أعلق فيه على فلسطين. 0-0، لا تغيير في الحسابات. هوار يهرب، هوار يمرر، يونس يحاول، الله يا عباس، وليد يبعدها قبل أن تصل إلى الهداف، قبل أن تصل إلى أعظم هداف للعراق في بطولات كأس آسيا على الإطلاق. شوف الكرة الماضية، هذا هوار، خطورة خلف المدافعين، لكن وليد عباس رقابة لصيقة. الله يا أحمد خليل، الله يا خالد، انطلاق، تقدم، كرة عرضية بتعدي، يا رب، فرصة أيضا تضيع. رقم 10 يتحرك ويظهر، كرة بتجلي من أحمد وبتصل إلى السمعة. حتى الآن إسماعيل لم يعلن عن هطول الأمطار. كرة بتصطدم في دفاعات، أول كرة إماراتية باتجاه المرمى، وأخطر محاولة للأبيض أبعدت قبل أن تصل إلى شباك قاصد. الكرة بتتحول إلى ضربة ركنية، تتعوض إن شاء الله يا إسماعيل. كرة بتعود إلى سبيت خاطر من كرة ثابتة، سبيت خاطر بيلعب لك كرة عرضية عالية في مكان، الله، متابعة، مستحيل، لا يمكن هذه الفرصة. القائم يقف أمام عباس ويمنع هدفا برأس الإماراتية. شوف الكرة العرضية، شوف الارتقاء، شوف الكرة الرأسية في اللقطة الماضية، كانت من حمدان، كانت من الكمالي. القائم يبعد رأسية الكمالي، كان ممكن الآن 1-0، لكن تتعوض يا حمدان. الله يا حمادي، سمعة بيعدي، بلف، سمعة بيموع، يحاول، كرة بينية في مكان، محاولة إلى علي الوهيبي، عرضية، متابعة، رأسية، رأسية، الله، هنا على كرات منتخبنا أخطر أفضل في الدقائق الماضية. جماهير أعلام، شوف كرة من إسماعيل في اللقطة الماضية كان فيها شك بوجود تسلل حقيقة. علي الوهيبي، رأسية أحمد خليل، والكرة إلى خارج الملعب. مساعد الأول سجارة في ياباني، في ياباني مساعد اسمه نيكوتين، تذكرون نيكوتين، هذا سجارة، سجارة
هل يحدث ذلك في كاس آسيا؟ الكرة بتتحول طويلة وإلى الأمام في مكان علاء يحاول، لكن ماجد يسيطر على الكرة الماضية. 19 سنة في اللقطة الماضية ما فيها شيء حقيقة، مشاركة والدفاع للكرة. اللقطة الماضية فيها أيضا نرفزة كانت من جانب اللاعب العراقي، الكرة بتتحول إلى حارس المرمى. مباراة مطلوب فيها هدوء، مطلوب فيها الصبر، مطلوب فيها السمعة، يفكر سمعة يمرر سمعة. شوف اللقطة الماضية والتمريرة إلى علي الهويبي، هنا يونس محمود، محاولة مقطوعة في مكان سليم خالد سبيل، لكن نشأت عادت إلى يونس، مر يونس، تقدم محمود، قوية تصطدم في اللقطة الماضية، الكرة بتبعد من وليد عباس إلى ضربة ركنية. يونس محمود متعود على الملاعب القطرية، متواجد هنا مع فريق الغرافة بالتأكيد. يونس محمود 34 هدف دولي في 87 مباراة دولية مع العراق. يونس محمود ضربة ركنية لمصلحة المنتخب العراقي، كرة عرضية عالية في مكان، رأسية، محاولة والكرة إلى ضربة مرمى. مرة الكرة مرت إلى ضربة مرمى، هذا ماجد ناصر. ماجد ناصر تتمشى في قطر وتتنقل سميث خاطر، 101 مباراة، الكابيتانو بيلعب للكرة في مكان. الله يا سميث، الله يا سميث، واحدة من كراتك، واحدة من لعباتك، محمد قاصد يبقي على أمان العراق، لكن ثابتة رايحة، ثابتة في المكان، قوسية لافة حارس المرمى يبعدها. الله يا سميث، هذه الكرات الثابتة اللي ننتظرها، هذه المحاولات. سميث خاطر يقول إذا تجاوزنا العراق سنصل إلى النهائي. النقلة 12، أبيضنا يسيطر، يحاول سمع يا لعيب، سمعة تعود للكرة من في مكان، خالد سبيل، عرضية لافة، كرة بتتهيأ، حمادي، الله، أبيضنا عسل، أبيضنا وصل، الجمهور واقف ولم يأتي إلا وهو واثق من قدرتكم. هواري يتقدم، هواري يحاول الكرة العرضية العالية، برافو يوسف جابر، بيبعدها، تعود إلى نشأت، محاولة من نشأت، تسديدة، السد يا ماجد، بطل يا ماجد، الله يا ماجد ناصر، ماجد ناصر يبعد هدف عراقي محقق ويقدم ما قدمه في مباراة كأس الخليج. الآن الكرة بتبعد، عادت يونس محمود، عرضية، رأسية، متابعة، الله، عارضة بعارضة، عارضة بعارضة، والنتيجة السلبية، رأسية نشأت تقف لها العارضة كما وقفت أمام حمدان. كل حارس مضبط على مساندة علاء ونشأت. الآن نشأت، الآن قصي، كرة خضراء عراقية، تسديدة، متابعة مستمرة، العراق أصبحت أفضل، أصبحت أخطر. القائم معك يا ماجد، كلنا معك يا ماجد، الكرة بتتحول إلى ضربة مرمى. لا، هذا المرمى كله ناخذه معانا، ناخذه معانا وإحنا راجعين. شوف الكرة الماضية، القائم يتصدى لكرة قصيب. العراق أقولها في هذه الدقائق، كان هو الأخطر، كان هو الأخطر. تراجعنا في الدقائق الخمس الماضية. في هذه اللحظات صافرة حكم المباراة. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، تنهي أحداث شوط المباراة الأول لهذه القمة العربية بالتعادل السلبي ما بين أبيضنا والأخضر العراقي الشقيق. استراحة قصيرة، نعود مع حضراتكم في الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي، محدثكم فارس عوض، والكلمة تنتقل للزميل محمد تفضل، لك الكلمة ولكن بعد الفاصل.